في تطور جديد على الساحة العسكرية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن نجاح قوات المظلات الروسية في القضاء على مجموعة من المسلحين الأوكرانيين، وذلك خلال عمليات عسكرية قرب منطقة الحدود في مقاطعة كورسك. القوات الروسية، وبعد رصد أهداف العدو وقمع نقاط إطلاق النار التابعة له، تمكنت من تعطيل أنظمة السيطرة على وحدات المسلحين. المدافع الرشاشة عيار 120 ملم من طراز نونا إس 9 لعبت دوراً محورياً في توفير الغطاء الناري المطلوب، مما أتاح لوحدات الهجوم المحمولة جواً فرصة التقدم والدخول إلى معاقل العدو. ووفقاً للتقارير الواردة، تمكنت هذه الوحدات من تطهير المنطقة المستهدفة بالكامل، مؤمنة بذلك السيطرة على تلك النقطة الحيوية. هذه العملية تأتي في إطار الجهود المستمرة لتأمين الحدود ومواجهة التهديدات التي تستهدف الاستقرار في المنطقة. ومن ميدان المعارك في كورسك إلى جبهات القتال في دونيتسك، تواصل وحدات المشاة الروسية تحقيق تقدم ميداني. أفادت تقارير عسكرية بأن أطقم الدبابات T-80D في إم التابعة لتشكيل البنادق الآلية الحراسة المنفصل والمندرجة تحت مجموعة قوات يو تقوم يومياً بتقديم الدعم الناري لوحدات الهجوم في اتجاه دونيتسك. تستهدف الضربات معاقل القوات الأوكرانية، نقاط المراقبة، مستودعات الذخيرة، إضافة إلى القوى البشرية والمعدات. قائد سرية الدبابات الذي يحمل علامة النداء إليوها صرح قائلاً: لدينا الكثير من العمل، ونقوم بتوجيه الضربات من مواقع متعددة، مما يجعل من الصعب على العدو تحديد مواقعنا. نحن نؤدي المهام بشكل مستمر وفعال. في إطار الاستعدادات لصد أي هجوم محتمل، قامت وحدات إبطال الذخائر المتفجرة التابعة لمجموعة قوات تسانتر بتركيب حواجز ألغام عن بعد في منطقة أفديفكا. طاقم نظام زرع الألغام عن بعد سيم ليديلي نفذ العملية باستخدام قذائف عيار 122 ملم محملة بألغام ذكية متطورة. هذه الألغام المزودة بأجهزة استشعار زلزالية ورقائق إلكترونية قادرة على اكتشاف نوع الأجسام المقتربة، ولا تعمل إلا على أهداف مبرمجة بدقة فائقة. العملية تمت بنجاح لتعزيز المواقع الأمامية للقوات الروسية في مواجهة تقدم محتمل من جانب قوات الدفاع الجوي الأوكرانية. قائد فصيلة زرع الألغام الذي يحمل علامة النداء أوتليتشنيك تحدث عن كفاءة نظام سيم ليديلي في توفير الحماية الفعالة، مؤكداً أن هذه الألغام تشكل حاجزاً محكماً في وجه أي تحرك معاد. هذه الخطوة تعكس الجهود المستمرة لتعزيز الدفاعات على طول خطوط التماس في دونيتسك وأفدييفكا. في تطور جديد على جبهة نهر أدنيبر، شنت طائرات بدون طيار تابعة لمجموعة قوات أدنيبر هجوماً ناجحاً على نقطة مراقبة تابعة لقوات الدفاع الجوي الأوكرانية المتمركزة على الضفة اليمنى للنهر. العملية الجوية استهدفت بنجاح تعزيزات العدو، وتمكنت من تدمير المعدات العسكرية المستخدمة في مراقبة المنطقة. هذه الضربات تأتي في إطار الجهود المتواصلة لتعطيل قدرات العدو في تلك الجبهة الحيوية، وتعزيز السيطرة الروسية على المنطقة المحيطة بنهر أدنيبر. في تصعيد جديد للعمليات العسكرية، نفذت أطقم الصواريخ راد متعددة الصواريخ ضربات مكثفة على مواقع تمركز العدو بالتنسيق مع وحدات الاستطواع الأمامية والطائرات بدون طيار. هذه الضربات استهدفت مواقع وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية إلى جانب معاقل العدو ومراكز المراقبة وطرق حركة المعدات المدرعة والقوة النارية المتنقلة. ونظراً لطبيعة المهام التي تتطلب رد فعل سريع وتركيزاً عالياً، فإن أقوم الصواريخ بعد تواصل تنفيذ عملياتها القتالية على مدار الساعة في جاهزية مستمرة لمواجهة أي تهديدات. في هذه العملية الأخيرة، تركزت الضربات على المواقع الحيوية التي تضم القوة البشرية والمعدات المدرعة ومستودعات الذخيرة للعدو، محدثة أضراراً جسيمة في صفوفهم. نعود إلى منطقة كورسك، حيث شهدت الجبهة تطوراً جديداً مع فقدان قوات الدفاع الأوكرانية أفيو دبابة أخرى.
أثناء عمليات الاستطواع في المنطقة الحدودية، تمكنت وحدات مجموعة القوات الروسية سيفر من تحديد موقع دبابة أوكرانية كانت متمركزة في وضع إطلاق نار مغلق. باستخدام طائرات بدون طيار متطورة، تم رصد الدبابة وتحديد أحداثياتها بدقة. وعلى الفور، وجهت القوات الروسية ضربة مباشرة باستخدام ذخيرة موجهة أسفرت عن تدمير الدبابة بالكامل. هذه العملية تؤكد على فعالية التنسيق بين القوات البرية والطائرات بدون طيار، مما يسهم في تعزيز السيطرة الروسية على المنطقة الحدودية في كورسك. ننتقل الآن إلى منطقة سومي، حيث تمكنت القوات الروسية من تدمير راجمة صواريخ متعددة من طراز M270، وهي من صنع الولايات المتحدة. وحدات التحكم بالأهداف رصدت الراجمة أثناء تحركها جنوب منطقة نوفي بوت على بعد 38 كيلومتراً شمال غرب سومي. بعد تحديد وتأكيد الإحداثيات بدقة، قررت القيادة توجيه ضربة نارية دقيقة. ونتيجة لهذه الضربة، تم تدمير الراجمة بالكامل، بالإضافة إلى حمولة ذخيرة مكونة من 20 قذيفة صاروخية ومركبة مرافقة، كما تم القضاء على ما يصل إلى 10 جنود من قوات العدو. في تطور آخر، سجلت القوات الروسية إصابة مباشرة باستخدام صاروخ لانسيت المتسكع، مستهدفة نظام مدفعية ذاتية الحركة تابع لقوات الدفاع الأوكرانية أفيو في منطقة سومي. وفقاً للقطات التحكم الموضوعي، تم تدمير النظام بالكامل بعد رصده من قبل وحدات الاستطواع الجوي التابعة لمجموعة قوات سيفر. فور تحديد حركة النظام المدفعي، تم توجيه الفخيرة المتسكعة لانسيت بدقة، محققة إصابة مباشرة على الهدف. البيانات التي تم جمعها في الوقت الفعلي أكدت تدمير النظام المدفعي، مما يعزز نجاح العملية ويؤكد قدرة القوات الروسية على التعامل الفوري مع الأهداف المكتشفة. ننتقل الآن إلى جبهة دونيتسك، حيث نفذ فريق طائرات بدون طيار تابع لمجموعة قوات فوستوك عملية نوعية أسفرت عن تدمير أكثر من 30 وحدة من معدات قوات الدفاع الأوكرانية أفيو في جنوب دونيتسك. في هذه العملية، يتألف الفريق من رجلين، طيار ومهندس ضمن فصيلة طائرات بدون طيار هجومية تابعة لشركة استطواع. بينما يقوم الطيار بتثبيت هوائيات التحكم، يتولى المهندس تجهيز ذخيرة المتسكعة بقذائف RPG. المهمة الأساسية للطاقم هي البقاء مختبئين عن أنظار العدو، مع تنفيذ المهام بسرعة وتنسيق محكم. طائرات الاستطواع تمكنت من تدمير أكثر من 100 مخبأ وملجأ للعدو، بالإضافة إلى المركبات المدرعة. الطاقم يرسل يومياً طائرات انتحارية لاستهداف مواقع AFU، مما يعزز النجاح المستمر للعمليات الروسية في المنطقة. فضلاً وليس أمراً، الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة مع تفعيل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد فور تحميله. شكراً على المشاهدة.